نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم الكشف خلالها على نحو 400 مواطن. هذا وقد ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات التحاليل والأشعة، بالإضافة إلى توفير العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وتقديم التأمين الصحي الشامل مجاناً.